من بيروت مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول أبعاد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مالي ودلالاتها بتوقيتها ومضمونها العسكري والتنموي، إضافة إلى دور فرنسا في محاربة الجهاديين ودعوتها لتسريع تطبيق اتفاق السلام بين الحكومة المالية والطوارق وموقع مالي الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا. في المحور الأول نستوضح الرسائل التي أراد ماكرون توجيهها خلال الزيارة في أكثر من اتجاه داخلي وخارجي، والتحول في أساليب الدعم واستراتيجية الربط بين التنمية والعسكر والمساعدة في تطبيق اتفاق السلام. وفي المحور الثاني نبحث في التنسيق الفرنسي الألماني في مالي ودور أوروبا في الأمن والدفاع في إفريقيا والساحل. أرحب بضيوفي في الاستوديو مصطفى سري كاتب خبير في الشؤون الإفريقية، ومن باريس حمدي جيوارا باحث متخصص بالشؤون الإفريقية، ومن نواكشوط إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا كاتب خبير في شؤون غرب إفريقيا. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع تقرير عن زيارة ماكرون وملف السلام في مالي ونعود للحوار. كانت غاو المحطة الأولى التي زارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور توجهه إلى خارج البلاد. أراد الرجل أن يؤكد على التزام فرنسا عملية السلام والأمن في تلك المنطقة التي عصفت بها مواجهات العنف والانفصال. لكن المقاربة التي حملها معه هذه المرة ربما تختلف عن تلك التي عمل بها سلفه فرانسوا هولاند. ماكرون تحدث عن تزامن بين التنمية والأمن، ولعل هذا ما كانت تنتظره العديد من المنظمات غير الحكومية التي طالما أخذت على فرنسا تفضيلها عسكرة الحل عوضا عن البحث في أسبابه في مالي. عملية السلام التي تم التوصل إليها العام 2015 في الجزائر بين الحكومة المركزية المالية والمجموعات المتمردة بعد سيطرتها على مناطق الشمال في العام 2012 لا تزال دونها عقبات كثيرة. فعملية السلام تلك رغم أنها نصت على إنشاء مجالس محلية في محاولة لتشجيع اللامركزية في البلاد، لا سيما في المناطق الخمس التي كانت موئلا للنزاعات الأهلية وحراكات التمرد، وهي مناطق الشمال والوسط وتحديدا غاو، كيدال، ميناكا، توديني، تومبوكتو. تلك المجالس لم تقم كما ينبغي، فقد كان الهدف منها أن تعيد رسم المشهد المؤسساتي الدولتي في مالي وأن يعهد إليها كسلطات لا مركزية بتحقيق مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية لإخراج شمال مالي من يأسه ومأساته. كان يفترض بتلك المجالس أن تقوم غداة توقيع اتفاق السلام أي منذ نحو عامين، إلا أن بعضها تم تأسيسه منذ وقت قريب فقط وسط الآلام والحروب في كيدال وميناكا وغاو. في مناطق تومبوكتو وتاودني على الملايين الانتظار بعد، ولا يعرف كم من الوقت لتقوم هذه المجالس التي رأوا فيها يوما حلا لما اعتبروه ظلما لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والقبلية. وفي هذه المشهدية تأتي فرنسا، يحل ماكرون ضيفا يخطو خطواته بثقة لدعم ما وصفه تسريع عملية السلام. يريد ماكرون الشاب مكافحة المجموعات العنفية التي تضرب منطقة الساحل عموما، ولكنه وهنا الأهم يريد أن يهتم بالتنمية. لذلك خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية نحو 470 مليون يورو من المساعدات للمنطقة كاستراتيجية جديدة توائم بين التحرك العسكري والمساعدة التنموية. فرنسا كانت نشرت حوالي 4000 جندي في منطقة الساحل الأفريقي ضمن ما عرف حينها بعملية سيرفال، 1600 منهم في مالي، وذلك لملاحقة متشددين إسلاميين أمسكوا بمناطق شمالية في مالي العام 2012 وانطلقوا منها لضرب مصالح الدولة وجوارها. ليست فرنسا وحدها في مالي، هناك أيضا قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لكنها تفتقر إلى العتاد والموارد. ووسط هذه الصورة ترص الجماعات العنفية الجهادية صفوفها، وقد قام بعضها بالتجمع تحت تسمية واحدة
تحمل اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ذات الولاء للقاعدة. وسعت هذه الجبهة حركتها الدموية لتشمل ساحل العاج، النيجر وبوركينا فاسو وطبعا مالي، حيث نفذت في مارس الماضي ضربتها الأولى كجبهة موحدة فقتلت 11 جنديا ماليا. تشكل مالي اليوم قلب هذه الجماعات العنفية، قلبا قاسيا نابضا بالعنف، فيما يشتم مراقبون بأن قلب اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر يكاد لا تسمع دقاته وسط فوضى البلاد وفسادها الذي تسأل عنه أولا وأخيرا الحكومات الهشة التي لا تكاد تأتي إحداها حتى تخلفها أخرى. أستاذ مصطفى، يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع، يعني أسبوع واحد كان له في قصر الإليزي وتوجه إلى مالي، ما الرسالة التي أراد الرئيس الفرنسي توجيهها في هذه الزيارة؟ هل هي رسالة داخلية إلى فرنسا؟ نعلم أن هناك انتخابات برلمانية خلال الأسابيع المقبلة، أم هي تتعلق فعليا بتحول بالسياسة الفرنسية؟ شكرا جزيلا. أفتكر أن الزيارة التي قام بها ماكرون، هو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية، هذه الرسالة الأولى كقائد عسكري أو قائد لل، يعني يريد أن يظهر بصورة العسكري أيضا وليس فقط نعم الاقتصادي. هو القائد الأعلى للجيش وزار المكان الجيش أو مقر الجيش في مالي، هذه الرسالة الأولى، التزام بالسياسة الأمنية لفرنسا في المنطقة، منطقة الساحل تحديدا. القوات الفرنسية كما ذكر التقرير 4000 في منطقة الساحل. الرسالة الثانية التي حاول أن يبعثها الرئيس الجديد في فرنسا، التأكيد على التزام فرنسا لمحاربة الإرهاب والجهاديين. الرسالة الثالثة وكانت هي الأولى على خلاف مع سلفه، التنمية، حيث سيضخ البرنامج التنموي في من فرنسا أكثر من 490 مليون يورو. هذا التلازم بين التنمية والحل الأمني هو الجديد الآن في هذه الزيارة. المسألة الثالثة أن فرنسا تريد أن تظهر بمظهر جديد في المنطقة على العالم، كما ذكرت أنت الرسالة الخارجية، أن فرنسا موجودة ولديها نفوذها في منطقة الساحل تحديدا، اللي هو المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة غرب أفريقيا. هذه الرسالة الثالثة. الاتفاق 2015 في الجزائر، صحيح أن الاتفاق لم يخطو خطوات في مسألة الحوكمة، الفساد، العدالة، وكذلك مسألة الديمقراطية. هذه رسالة أراد أن يرسلها أيضا ماكرون في هذه الزيارة. يعني هو شدد بشكل مباشر على موضوع التسريع بتطبيق اتفاق السلام. نعم. رغم أنه يعلم أن هناك عراقيل عديدة بوجه هذا الاتفاق، عراقيل داخلية وأيضا تتعلق بموضوع الفساد. طب ما الذي سيقدمه جديدا؟ يعني نعلم أنه موضوع التنمية رح أحكي عنه، إنما أيضا بموضوع مكافحة الجهاديين ومحاربتهم، هل هي عمليات عسكرية جديدة؟ هل سيذهب إلى هذا الحد بالتنسيق مع ألمانيا أم هناك في دول أوروبية أخرى أيضا؟ نعم، المسألة المهمة في مسألة مكافحة الجهاديين، ليس الحل الأمني هو وحده الذي يمكن أن يحل هذه الأزمة. الديمقراطية، محاربة الفساد، الحوكمة، العدالة وغيرها من الإطار الذي يضعه المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي في نفس الوقت يريد أن يكافح الإرهاب بالحل العسكري، ولكن هذا الحل لم يجي لأنه انتقل الآن إلى أوروبا. إذا رأينا الخريطة الآن، كان في وقت سابق كل المناطق باللون الأحمر مناطق أزمات، الآن أوروبا نفسها أصبحت باللون الأحمر منطقة أزمات، حالة طوارئ وغيرها. فلذلك نقل المسألة لحل أمني لن يجي إذا لم يتم ولكنه يريد أيضا أن يمنع تمدد هؤلاء الإرهابيين لوصولهم إلى أوروبا. هم يصلوا الآن لأوروبا بشكل أو آخر، عبر البحار، عبر حتى التجنيد من داخل أوروبا.
هذا لن ينفع باعتبار أنه أفريقيا تعاني من هذه الأزمات، أزمات خلقها الأفريقيون نفسهم وأزمات بتدخل من جهات مختلفة في الداخل الأفريقي. لذلك الحل الأمني والعسكري لن يجدي في الوقت الراهن ما لم يتم الاتفاق حول كيفية أقصد الحوكمة الديمقراطية، القضايا، معالجة قضايا الفساد المتعلقة القضايا الداخلية بالداخل. في الدول الأفريقية. أنتقل إلى باريس أستاذ حمدي، يعني هل توافق على التوصيف الذي وضعه أستاذ مصطفى بالنسبة للرسائل التي أراد ماكرون إرسالها من خلال هذه الزيارة، وفي موضوع الربط ما بين العسكر والتنمية، هذا الربط هل هو يشير إلى الفشل السابق في السياسة الفرنسية المتبعة في السابق، وبالتالي هو يريد اليوم الدخول في مشروع آخر موضوع التنمية الداخلية من أجل استيعاب المشاكل المتعلقة بتمدد الإرهاب؟ نعم، أشكرك وأشكر الفريق على الاستضافة مجددا. حقيقة بالنسبة لما طرحه الأخ مصطفى أتفق مع ما ذهب إليه، ولكن بالنسبة لشق التنمية الذي ذكرتموه الآن، أعتقد بأن هذه مرحلة أخرى أراد إيمانويل ماكرون أن يبدأ بها. صحيح أن التدخل منذ بدايته هو بالنسبة له أنه أصبح يعني يأخذ مساحة جديدة، وهذه المساحة الجديدة هي القيام بالتنمية في هذه المنطقة، حيث كما قال في تصريحه في المؤتمر الصحفي أن الإرهاب ينتعش عندما يغيب التنمية، عندما تغيب التنمية. فبالتالي فقيامه بهكذا خطوة أعتقد بأنها جيدة. وبالتالي أما بالنسبة للرسائل التي أراد أن يرسلها إلى الخارج أو في الداخل، أعتقد بأنها هي رسائل يعني داخلية. طبعا كما تعرفون بأن إيمانويل ماكرون قدم عدة وعود، يعني حتى بالنسبة للداخل إنما قال بأنه سيأتي برئيس وزراء يعني براغماتي، وبالتالي اختار هذا الرجل إدوار فيليب. ثم بعد ذلك حينما وعد أيضا بتقديم حكومة مناصفة بين الرجال والنساء، وكان قد وعد في نفس الوقت أنه سيقوم بأولى رحلة له للخارج سيتم في مالي. وبالتالي فهذه رسالة ربما للداخل من أجل استباق الانتخابات النيابية التي ستجرى بعد أيام، وبالتالي في نفس الوقت هي رسالة أيضا للجنود الذين وطئت أقدامهم في مالي منذ حوالي 4 سنوات أو أكثر، يعني وبالتالي هي رسالة معنوية لهم لكي يبقوا في مهامهم، وبالتالي سيكون سند معنوي بالنسبة لهم. أما بالنسبة للرسالة التي أراد أن يوجهها إلى مالي، فأعتقد بأنها رسالة صارمة، حيث أننا لاحظنا مثلا على أن الزيارة بدلا من أن تتم يعني من مباشرة من باريس إلى باماكو، هو ذهب إلى غاو الإقليم الأول في الشمال. فهذه الخطوة حقيقة لاقت استياء كبيرا من الرأي العام المالي، حيث أنه كان من المفترض أن ينزل إلى في العاصمة المالية ثم بعد ذلك إلى عاصمة الشمال في مدينة غاو. وأعتقد بأنه أراد أن يرسل رسالة إلى الحكام أو إلى النظام على أن هذه المرحلة هي مرحلة الجدية ومرحلة الشفافية ومرحلة البناء حقيقة، يعني حيث إنه يوجد هناك تلكؤا نوعا ما من قبل أطراف سواء من النظام أو من الحركات الموجودة. يعني هل تعني بذلك أنه يوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس المالي كون هناك تحميل مسؤولية لهذا الرئيس بالفساد وما وصلت إليه البلاد؟ نعم، الرسالة واضحة بالنسبة لهذا الجانب، حيث إن كما ذكرتم يعني في التقرير بأن المنظمات الدولية تطالب
بالتنمية، وكذلك وتطالب أيضا بمحاربة الفساد، حيث كنا نتوقع منذ وصول هذا الرئيس إلى الحكم في 2013 أنه سيتمكن من ردم الفجوة بين الفساد والمفسدين، ولكن للأسف الشديد نحن وجدنا بأنه استنزف كثيرا خزينة الدولة هذا الرجل في حد ذاته. فبدلا من أن يكون اتجاهه نحو حلحلة الأزمة في شمال مالي، إنما بدأ بشراء طائرة وكذلك بعض النفقات التي قام بها والتي لم يرضى بها الشعب المالي حقيقة. وبالتالي فهذه الرسالة التي أراد أن يوصلها ماكرون، وخاصة أنه يعرف الملف، يعني هو كان في حكومة ولكن هل فرنسا تستطيع أولاند فرنسا أن تلعب دورا داخليا في داخل مالي؟ فرنسا تستطيع، يعني أكيد، يعني الآن أصبح كأن مالي في الشمال، خاصة من ناحية الشمال. فرنسا هي التي تسيطر، وهي التي تقرر، وهي التي تفعل ما تشاء. إلى الآن السلطات المالية مثلا لا تستطيع أن تذهب إلى مدينة كيدال، وليس هناك أي تمثيل رسمي، وإنما الأمم المتحدة وبقيادة فرنسا هي التي تسيطر على هذا المكان. وهذا يدل على أن فرنسا هي التي تقرر هذا الملف، مع أنه ملف مهم جدا. ولذلك ربما يعني عرف إيمانويل ماكرون بأن هناك استياء وطني مالي اتجاه الخطوات الفرنسية لحل الحزمة، وبالتالي هو دعا إلى خلق هذه المرحلة الجديدة التي هي مرحلة التنمية ومرحلة محاولة بناء بعض المرافق الحيوية الأساسية والأولية في هذه المنطقة. أنتقل إلى نواكشوط أستاذ إسماعيل، يعني بالجانب الفرنسي يعني كان في قراءة لهذه الزيارة، زيارة ماكرون إلى مالي، إنما بالجانب المالي نفسه يعني بداخل مالي، كيف تم يعني استقبال ماكرون من جانب المعارضين وكذلك من جانب النظام والحكومة المالية؟ النخبة السياسية المالية تعتبر أن فرنسا في ورطة في شمال مالي، ويعلمون جيدا أن إبراهيم بابكر كيتا مغضوب عليه فرنسيا لعدة أسباب، منها التلكؤ في تنفيذ اتفاق الجزائر، ورفض الحوار مع إياد آغا غالي، وهذا هو المسكوت عنه في المرحلة الحالية من الصراع، لأن إياد هو يعني زعيم طارقي ودبلوماسي مالي سابق، ولكنه أيضا انخرط في مسلسل عنيف، وبين أنه رجل المرحلة في الشمال المالي بكل بساطة، حيث ضم إليه القاعدة وجبهة تحرير ماسينا وحتى الفلان البل، الذين خرطوا في إطار يعني سياسي عقائدي واضح يرأسه هو. ثم إن رسالة ماكرون كما أشار جوارا واضحة، ماكرون قدم مباشرة إلى غاو، وهذا يعني أنه لا يهتم بالاستقبال الرسمي في باماكو، ولا يهتم بلاتيتيد كيتا، يعني نهج كيتا لا يعجبه إطلاقا. ثم إن ماكرون أيضا في تشكيلته الحكومية استدعى جانيف لدريان الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، استدعاه للخارجية، واستدعى امرأة مقربة ألمانيا للخارجية. فالسياسة الفرنسية في مالي يعني واضحة أنها مفعمة بنفس ألماني بشكل واضح. هذه المرأة التي تقود الخارجية الفرنسية هي يعني كانت مغمورة في البرلمان الأوروبي، وهي التي يعني تسببت وهندست اللقاء السريع بين أول لقاء بين ماكرون الرئيس وأنجيلا ميركل. والقوات مينيسما يعني القوات الأممية في مالي التي يعني تنهز 12,000 إنسان، يقودها جنرال من اسكندنافيا، وقوامها يعني أكثر من عشرها فرنسي، ومعظم عتادها وعدتها هو فرنسي وألماني أيضا، لأن ألمانيا موجودة فيها ومتواجدة فيها. بصورة عامة كما أشار الإخوة قبلي، الوضع في مالي هو حساس جدا، وهنالك رسائل وجهت للجزائر من غاو، رسائل فرنسية وجهها الرئيس ماكرون، ويعني أشار إليها بشكل واضح، وهو الصديق الفرنسي من ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية
حيث زار الجزائر واعترف بما سماه جرائم الاحتلال الفرنسي اللي هو ماكرون. إسماعيل، يعني أنت هنا تتحدث عن أزمة بين ماكرون وبين الرئيس المالي، وكذلك تتحدث عن علاقة غير جيدة، بينما هو بالوفد الذي أحضره معه إلى غاو كان في مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وكان في تشديد على موضوع التنمية. هل تستطيع فرنسا أن تقوم بدور تنموي من دون التنسيق مع المؤسسات التابعة للحكومة المالية، وبالتالي هي تعلم مسبقا أن هناك فسادا في هذه الدولة ويتحمل مسؤوليته الرئيس المالي أيضا؟ لا، لا لا أعتقد أن الغضب الفرنسي سببه هو جديد. الغضب الفرنسي على كيتا هو إعادة ترتيب، هو نية لإعادة ترتيب الأوراق، لأن المشكلة في مالي لم تولد مع كيتا. كيتا هو من مخرجات المشكلة المالية، وحتى ماكرون أيضا يعني ليس من الفرقاء الذين ساهموا في إيجاد وخلق المشكلة المالية. المشكلة المالية هو مشكل أساسا تقادم عهده، ولكن السياسة اليمينية الفرنسية في ليبيا زادت طينه بلة، ويعني وفشل اليسار التقليدي الفرنسي على يد فرانسوا أولاند وجماعته، والذين من ضمنهم وزير الخارجية الحالي وزير الدفاع السابق جاهيم لدريا. هذه المشكلة يعني الآن يواجهها ماكرون الذي هو ليس يمينيا وليس يساريا، وهو يشكل مدرسة جديدة في فرنسا. وننتظر يعني بفارغ الصبر ما الذي سيفعل. هل سيبني على ما فعله اليمين واليمينيون واليساريون، أم سيعتمد على المخططات والتقارير، خاصة تقرير مجلس الشيوخ الأخير، مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي أشار إلى أن 96% من ليد بيبليك وديفلوبمون، يعني المساعدة العمومية للتنمية، هي يعني تمشي هباء بين المنتخبين المحليين في شمال مالي والمنتخبين الكبار في باماكو. معناه أنه هنالك شبكة كبيرة للفساد تعرقل المسار التنموي في مالي، وهذا ما أثبتته الأيام، لأن الشوارع والبنية التحتية في تومبوكتو قبل احتلال الجهاديين لها 2012 وبعده يعني تدل على غياب للدولة الوطنية وشبه متعمد. ثم إن المدارس وغيرها من البنى التحتية ومن المرافق العمومية يعني هي أحسن في الجنوب بشكل صارخ منها في الشمال، وهذا ما فهمه قد يفهمه ماكرون، وقد يعمل على توصيل الليد بيبليكو ديفلوبمون بشكل مباشر إلى الساكنة. الاستراتيجية هي يعني بشكل سيكون واضح، هي الاستراتيجية أممية، ستكون المينيسما هي التي ستلعب دور الحكومة المالية، وهذا ما لا يحبذه صناع القرار في باماكو، رغم أنهم يعلمون كل العلم أن الدولة ليست بتلك القوة حتى تحل محل المينيسما. أعود إليك أستاذ مصطفى، يعني باختصار شديد، هل يمكن لماكرون اليوم أن يقوم بهذه السياسة الجديدة بعد كل الشرح اللي تم تقديمه فيما يتعلق بملف المشاكل الداخلية والعراقيل التي يمكن أن تكون موجودة في داخل مالي؟ نعم، هو لن يستطيع لأسباب كثيرة جدا. شمال مالي الآن يشهد فراغا سياسيا، هي المنطقة التي ينتقل فيها الإرهابيون من مناطق مختلفة، حتى من دول الجوار أو من الساحل تحديدا أيمين الصحراء. الإرهابيون يتنقلون ويهربون الأسلحة وغيره. الإرهاب ممتد من موريتانيا شرقا حتى دارفور في السودان غربا. هل سيغطي ماكرو أو المجتمع الدولي هذه المناطق بالحل العسكري؟ هذا هو السؤال الذي صار في عمليات على الحدود مع النيجر، يعني صار في عمليات عسكرية من قبل الفرنسيين بالطائرات ضد الجهاديين الموجودين هناك. نعم، لكن هل هذا يعتبر مؤشر؟ نعم، لن يحل المشكلة، لأنه أنت تحارب أو فرنسا تحارب أو المجتمع الدولي والغربي يحاربون. نعم. أشباح
هم ليسوا لديهم قواعد عسكرية في منطقة معينة، يتحركون في مناطق مختلفة حتى مناطق داخل أفريقيا، في تشاد، في النيجر، في مالي، في كاميرون، في كل هذه المناطق. بدي أكمل بهذه النقطة بالتحديد وموضوع المحاربة الجهاديين وكذلك إمكانية اتفاق السلام تطبيقه في المرحلة المقبلة، ونبحث في الأهمية الاستراتيجية في مالي والدور الأوروبي وملف الإرهاب ودور الجزائر والأمم المتحدة في مالي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب، وأرحب مجددا بضيوفي في الاستوديو مصطفى سري كاتب خبير في الشؤون الإفريقية، ومن باريس حمدي جيوارا باحث متخصص بشؤون الإفريقية، ومن نواكشوط إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا كاتب خبير في شؤون غرب أفريقيا. أعود إليك أستاذ مصطفى، يعني موضوع اتفاق السلام اللي ركز عليه الرئيس الفرنسي من خلال زيارته، تنمية وتطبيق اتفاق السلام، كيف يمكن، ما هي أدوات الرئيس الفرنسي في تطبيق ذلك؟ الأدوات هي في نصوص الاتفاقية نفسها اللي هي الفيدرالية، واحدة من القضايا التي ناقشتها الاتفاقية. ولكن لماذا لم يستطع أن يتم تطبيقها قبل هذه الزيارة؟ ليس هو طبعا بالطبع، هو رئيسه السابق فرانسوا أولاند، لكن المسألة الأساسية كما ذكر الأستاذ إسماعيل هي في الرئيس المالي وفي الحكومة المالية، هي لا تريد أن تطبق اتفاقية السلام، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ليست هناك مراقبة لصيقة من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لهذه الاتفاقية كما فعلت في دول أخرى. هذا موجود، أقصد أن النص موجود في الاتفاقية، الحكومة تشكيلها، التمثيل بالنسبة للمناطق الشمال تحديدا الطوارق وغيرهم في الحكومة المركزية وفي الحكومات المحلية. بس من الذي يعرقل هذا التطبيق؟ يعني في قوى تانية أخرى معارضة لا يناسبها تطبيق هذا الاتفاق؟ بالطبع داخل مالي، يعني في داخل الحكومة نفسها. نعم، التمثيل الجغرافي والإثني والمناطقي لا يتم تنفيذه كما كانت الحكومة من قبل الاتفاقية، هذه الأولى. عراقيل أيضا أخرى اللي هي مسألة الفساد، هذه مسألة أساسية في هذه الحكومة، الفساد لا يتم محاربته بالشكل المطلوب. الرئيس نفسه، الرئيس المالي، لا يريد تطبيق الاتفاقية باعتبارات كثيرة جدا، حتى المجتمع الدولي لا يريد الحديث مباشرة حول هذه العراقيل. لكن إذا تمت آليات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والداخل المالي، أنا أفتكر أنه ممكن الحديث عن تنفيذ الاتفاقية في فترة محددة. ما الذي تعنيه؟ أي دول بالتحديد يمكن أن تساهم في تطبيق هذا الاتفاق؟ هل تعني هنا الجزائر؟ هل تعني موريتانيا؟ هل تعني بوركينا فاسو؟ الدول الساحلية؟ من؟ دول الجوار، نعم، الجزائر، بوركينا فاسو، وحتى موريتانيا. هذه الدول هي راقبة المفاوضات، وهي والجزائر هي مقر المفاوضات، وهي الأتت بالأطراف ووقعت الاتفاقية معهم كشهود. أفتكر أو أعتقد أن الجزائر دورها مطلوب الآن، دول الجوار دورها مطلوب، والاتحاد الأفريقي نفسه يجب أن يتدخل في هذه المسألة كمراقب للاتفاقية وكآلية لتنفيذ الاتفاقية كما حدثت في دول أخرى. الأمم المتحدة لديها جنود منتشرون في مالي، يفترض أن لا تكون هي قوات حفظ السلام وحدها، يفترض أن تتدخل بشكل مباشر في مسائل تنفيذ الاتفاقية والآليات. المجتمع الدولي مفترض أن يتم دعم وتمويل هذه الاتفاقية حتى يتم تطبيقها على الأرض. المحاربة الجهاديين اليوم جزء من الاتفاقية، يعني يجب أن يكون هنالك آلية للمحاربة الجهاديين أو الجماعات المتطرفة ودين الاتفاقية نفسها من داخل الاتفاقية، باعتبار أنه إذا تم تنفيذ الاتفاقية والتنمية وغيرها سيكون هذا سهلا على مالي وسهلا على دول الجوار في مكافحة الإرهاب والحد منه، باعتبار أنه هنالك تحرك
للجهادين من هذه الدول المجاورة. المسألة المهمة أن زيارة الرئيس الفرنسي أتت بعد زيارة ألمانيا مباشرة، وألمانيا أعتقد أنها تنظر لمسألة التنمية أكثر من المسائل الأمنية. ألمانيا قدمت مساعدات أيضا عسكرية تتعلق بموضوع طائرات هليكوبتر، قدمت 10 طائرات وموجود لها طبعا 1000 جندي موجودين هناك، بمقابل أن فرنسا قيل أنها لا تقدم هذه المساعدات السخية بالملف العسكري. خليني أنقل هذا السؤال إلى أستاذ حمدي في باريس. يعني أستاذ حمدي، هل فعليا فرنسا جادة بتقديم المساعدة لمالي، وخاصة قيل أن هناك ما في مساعدات عسكرية كافية للأجهزة الأمنية المالية لم تقدمها، وما هي استراتيجية فرنسا وأوروبا عموما بالنسبة لمالي؟ كيف ينظرون إلى مالي؟ هل هي موقع استراتيجي؟ هل لهم أطماع في داخل مالي تتعلق بهذا الموقع أو بالثروات الموجودة في مالي؟ على كل حال، كل هذه الآراء وسيناريوهات مطروحة حقيقة، ولكن قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أخبر الزميلين بأنه ليس هناك غضب فرنسي ضد مالي أو أن هناك تلكؤ من قبل رئيس الجمهورية في تطبيق الاتفاقية بتاتا. يعني فبالعكس، أعتقد بأن رئيس الحكومة أو الرئيس الحالي لمالي هو هدفه الأساسي هو محاولة تنفيذ هذه الاتفاقية في أسرع ما يمكن، بحيث أننا بعد سنة سندخل في انتخابات، فهو يريد إنجاز شيء ما على الأرض، وبالتالي فأعتقد أنه ليس من صلاحيته أن يتلكأ في شيء من هذا النوع، وأعتقد بأنه مصر على هذا، وبالتالي قام بعدة خطوات في هذا. تم التنظيم منذ 3 أشهر هكذا مؤتمر وفاق وطني، تمخض أن تشكيل حكومة، تم إدماج بعض الوجوه الجديدة من الشمال في هذه الحكومة، فأعتقد كل هذه القوات، تم أيضا تنصيب مدراء الأقاليم في كبرى الأقاليم في الشمال، فبالتالي فأعتقد أن تنفيذ الاتفاقية ماشي على الطريق الصحيح. وبالتالي القول بأن هناك يعني تردد أو أن الرئيس يعني أعتقد بأنه ليس صحيحا، وبالتالي ولكن في آراء تقول أنه في تأخير بتطبيق هذه الاتفاقية، ولذلك دعا ماكرون إلى تسريع تطبيق هذه الاتفاقية. المشكلة أن وموضوع الطرف الفساد الرسمي المالي، أنا لست نعم، موضوع الفساد يحارب من قبل الرئيس كما أعتقد، وكما ذكرت هو حتى متهم أنه متورط فيه وليس أنه يحاربه. هو ربما انا في رايي انه هو نوعا ما كرئيس دوله يتحمل المسؤوليه حقيقه، وبعد الانفاقات التي قام بها حقيقه لم يفهم من قبل الشعب المالي. لا، ولكن مع كل ذلك الرئيس هناك جهاز خاص لمحاربه الفساد، واعتقد بان محاربه الفساد ينبغي ان تتزامن مع التوصل الى تسويه في الشمال، واعتقد بان الرئيس هو في هذا الطريق وهو مصر عليه، لأنه يعتبر أن هذه هي الورقة الوحيدة التي ستمكنه من الترشح في الانتخابات المقبلة. وأما بالنسبة لفرنسا، فأعتقد بأن فرنسا ليست غاضبة من مالي، وإنما هناك منظمات دولية أشارت لماكرون لكي ينظر في هذا الملف، وإلا هناك تناغم سياسي وهناك رضا من قبل الطرفين على أن تتواصل الجهود من أجل الوصول إلى حل. وبالتالي حتى تعيين وزير خارجية فرنسا الذي كان وزيرا للدفاع في منصب وزارة الخارجية، فأعتقد بأن هذه خطوة أو إشارة إلى أن فرنسا ستواصل في هذه الخطة التي بدأتها، وإن بمرحلة جديدة التي تمثلت في محاولة من أجل بناء تنمية مستدامة في هذه المنطقة، حيث كما قال، وأعتقد بأنه رصد جيد عندما قال إنما يتنامى الإرهاب ويكون هناك تراخٍ في تنفيذ الاتفاقية عندما لا يكون هناك
جهود من أجل بناء هذه المرافق المطلوبة التي سيتمكنون من خلالها من ترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة. وبالتالي فهناك لاجئون أيضا في الحدود، في كل الحدود، في موريتانيا، في بوركينا فاسو هم موجودون، فهم يعني أكثر من 10,000 لاجئ الآن يعني معلقون في المناطق، هم يريدون العودة. ولكن إذا لم تتوفر الأمن وإذا لم تتغير الأوضاع على الأرض، فهذا يعني أنه لن يكون هناك استقرار، وبالتالي سيكون هناك دعوات من قبل حتى الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية، سيكون هناك دعوات لها في عدم التنفيذ. وأعتقد بأن الحركات التي وقعت على الاتفاقية والتي يعني لا توافق رؤية الحكومة هي التي تعرقل تنفيذ هذه الاتفاقية وليست الحكومة المالية، فأعتقد بأنها ليست في مصلحتها أبدا أن تتأخر في ذلك. وأعتقد بأن عقارب الساعة ليست في صالح الرئيس إن لم يقم بواجبه تجاه هذا الجانب. أما محاربة الفساد فهذا موضوع آخر يختلف عن هذا الموضوع. يعني أستاذ حمدي، عدم محاربة الفساد أيضا في ملف آخر اللي ذكرته ولم تجبني عليه، موضوع المساعدة العسكرية الفرنسية للقوات المالية وشح هذه المساعدات، إضافة إلى ذلك موقع مالي وأهميته الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا وأوروبا. يعني كما يقال، يعني حقيقة نحن لا ندري ما الذي يجعل الفرنسيون يتشبثون بالبقاء في المنطقة. فأعتقد بأن هناك مطالبة أيضا رسمية من مالي في أن تبقى فرنسا، بحيث كما تعلمون الأوضاع لم تستقر، الأمور ليست في يد الحكومة. فإذا ما انسحبت فرنسا الآن فأعتقد بأن الأمور ستكون كارثية وسنرجع إلى الوراء. هذه هي رؤية الحكومة المركزية، فبالتالي فإن خروج فرنسا الآن لا أعتقد بأنه سيتم الآن ما لم يستتب الأمر. كما قال ماكرون، كنا نتوقع منه أنه ربما سيقوم بإرجاع بعض الجنود إلى الوطن، ولكن يبدو أنه سيتواصل في هذا الشأن. أما بالنسبة للخيرات وكذلك ما يوجد تحت الأرض في مالي أو في المنطقة، فأعتقد بأن كما تعرفون كل القوى الكبرى والغربية وخاصة في فرنسا لها عيون أو عين على 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 مصالحها. هناك ما تحت الأرض، هناك تزخر بالذهب وتزخر أيضا بالنفط. فأعتقد أن فرنسا ستعمل من أجل هذه المصلحة بكل تأكيد، وبالتالي فأعتقد بأن المساعدة العسكرية التي أشرتم إليها، أن أعتقد بأن فرنسا لا تتلكأ في ذلك، هي تقوم بالتدريب للجنود الماليين وبالتالي تقدم الأعتاد، وهي موجودة برجالاتها على الأرض. وبالتالي تم مقتل حوالي 20 فرنسي في لصالح مالي، فأعتقد بأنه ليس هناك يعني أي رفض فرنسي في تصليح الماليين. وأما بالنسبة لألمانيا، ألمانيا موجودة حقيقة منذ بداية الأزمة، هي وقفت مع مالي وهي ما زالت أيضا في هذا الخط في مساعدة الجيش المالي. وأعتقد بأن التنسيق الذي سيحصل بين ماكرون وأنجيلا ميركل حول مالي وحتى الأمريكان، فهناك دعوات أيضا على أن أمريكا سترجع، وخاصة مع الحملة الجديدة التي يقوم بها ترامب في محاربة الإرهاب، أعتقد بأنه سيدخل بقوة، ترامب سيدخل بقوة في الملف، وبالتالي حتى يتمكنوا من دحر هذا الإرهاب في المنطقة. فحقيقة الصورة ضبابية بالنسبة للحكومة المالية، ولكن هذا لا يمنع من أننا نعقد الأمل على أنه سيتم إنهاء هذا الملف ربما من هنا لنهاية فترة إيمانويل ماكرون، وبالتالي ندخل في مرحلة من التعاون الثنائي بين فرنسا ومالي، أو بين فرنسا وبين باقي الدول أو المنظمات الموجودة على الساحة. أنتقل إلى نواكشوت. أستاذ إسماعيل، يعني فرنسا هي لاعب أساسي في مالي بوجود قواتها وكذلك بحضورها في مختلف المجالات الاقتصادية أيضا واليوم التنموية. إلى أي مدى هناك منافسة
من جانب دول أخرى على هذا الموقع في مالي؟ يعني طبعا هناك موقع استراتيجي لمالي وكذلك موقع يفتح لها دول الساحل الخمسة الموجودين هناك، هل هناك نية لدى فرنسا بجمع هذه الدول باجتماع لتنسيق الجهود في محاربة الإرهاب وبالتالي استكمال اتفاق السلام واستكمال يعني بسط سلطتها في هذه المنطقة؟ بالطبع جي 5 دول الساحل الخمس مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا يعني شكلت مؤخرا قوة للتدخل لمحاربة الإرهاب من قوامها 20,000 رجل، لم تتشكل هذه القوة بعد ولكن قيادتها عرفت وربما ستكون مقرها النيجر. هذه القوة سيكون قوامها أساسا القوات البرية التشادية التي بدأت التدخل الأممي في مالي وفي سنتر أفريقيا يعني متضامنة مع الجيش الفرنسي وهي ذات تجربة قوية جدا في هذا المجال القوات البرية التشادية. فرنسا طبعا لديها منافس، فرنسا تنافسها أفريكوم الأمريكية تنافسها في دول الطوق لمالي خصوصا في النيجر وفي السنغال. أفريكوم الآن من ليس سرا أنها تساهم بشكل كبير في الربط بشبكة طرقية بين النيجر والجزائر في بين أغاديس وتامن راست، وكذلك يعني هنالك منشآت منها مهابط للطائرات بدون طيار ومخازن للأسلحة في السنغال وفي موريتانيا، كلها لأفريكوم في السنغال وموريتانيا والنيجر وكذلك بوركينا فاسو. ودعيني أجيب جوارا قليلا أن باباكار كيتا فشل تماما في حلحلة الوضع، فشل سياسيا بحيث أنه يعني لن يترشح للمرة الثانية يعني في 2018، وكل المؤشرات تشير أن أغلبيته هو تتحلل شيئا فشيئا وتتفكك، ثم إن المطالب الجمعوية التقليدية والفئوية يعني طبعت بطابع عنيف، حيث أن إياد آقا غالي نجح في كشف القناع عن المظالم، مظالم البول الفلان ومظالم فرو ماسينا جبهة ماسينا، إضافة طبعا إلى مظالم الطوارق والعرب الماليين في الشمال. ثم إن اللاجئين يزيدون على 500,000 إنسان، مخيم بر الواقع في الشرق الموريتاني هو يعني يقيم به 80,000 لاجئ مالي. إبراهيم باباكار كيتا أيضا فشل في منع الإرهاب المالي من التوسع إلى الجارة بوركينا فاسو التي طالما نظر إليها أنها فردوس الساحل من الناحية الأمنية، حيث أن الحركات في الشمال في الحدود بين بوركينا فاسو كشفت القناع عن وجهها، والمحرك الرئيسي لها هو مظالم تنموية بالدرجة الأولى، وزعيمها جيكو كان واضحا في 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 تناغمه مع إياد آغا غالي. كذلك أبو الوليد الصحراوي الذي انضم مؤخرا، المنشق عن القاعدة في المغرب الإسلامي الذي انضم مؤخرا لداعش والذي قتل يعني بعض من قوات افراد الجمارك وافراد الجيش على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر غير بعيد من مالي، هو ايضا من غاو ابو الوليد الصحراوي هذا. اذا ابراهيم باباكار كيتا يعني كل شيء يمكن ان يقال عنه الا انه سوى انه ناجح في حلحله المشكل المالي وفي التعجيل باتفاق السلام. اتفاق السلام ايضا في مالي تعرقله مسألتان بارزتان، هي وجود صحوات تقريبا هي أقرب لفرنسا على الطريقة العراقية من المتمردين السابقين، وهؤلاء هم مزيج من العرب والطوارق، وهنالك سياسيون من الطوارق يسمون بلاتفورم وهم موجودون في باماكو، وهم يعني يمارسون السياسة بشكل غير عسكري إلى حد بعيد. هنالك شركاء عسكريون وشركاء سياسيون ولم ينجحوا من سكان أزواد ولم ينجحوا إطلاقا في الأخذ بزمام المبادرة، والحكومة لم تنجح في الميل إلى أحدهم أو الاتجاه نحو الحل بشكل حاسم. ثم إن دول الجوار مثل موريتانيا والجزائر أيضا
يعني لهما كلمتاهما، خصوصا الجزائر، لأن المسكوت عنه هو أن الجار الجزائري القوي هو تقريبا يعتبر الملجأ المخفي لإياد آغا غالي، لأن إياد لا يمكن أن ينجو من الضربات الفرنسية إلا إذا كان في الجزائر، والجزائر هي التي رتبت اتفاقيات في الزواد، وآخرها الاتفاقية الأخيرة التي رتبتها، والجزائر تملك حلا. ثم إن موريتانيا عن طريق تحالفاتها مع القوى السياسية العربية في الزواد في شمال مالي أيضا لها كلمتها، وقد يكون إبراهيم بابكر كيتا فهم الأمر قبل فرنسا، وفرنسا بدأت تتقرب شيئا فشيئا من الجزائر ومن نواكشوط، من جي 5 عموما في الأيام الأخيرة لفرانسوا هولاند. إذا حذى ماكرون حذو هولاند بوجود جان إيف لدريان المخضرم معه في الخارجية، فإن فرنسا ستصون ماء وجهها في شمال مالي في السنتين القادمتين. يعني أنت تشير هنا إلى دور أساسي وفاعل للجزائر في موضوع السلام وفي حلحلة كل المسائل المتعلقة بمحاربة الجهاديين في داخل مالي. طبعا الجزائر هي بكل صراحة الفاعل الرئيسي الحالي في الدولي في شمال مالي. ليست لها قوات على الأرض، ولكن لها كلمتها، لأن لديها حدود برية، ولديها تداخلات أيضا مع النسيج الاجتماعي في مالي. حتى الجزائر بها طوارق، وبها وجنوبها في جنوب الجزائر قرب مالي هناك عرب، وهنالك ألوية وهنالك مطار عسكري للجزائر. فرنسا الإمداد العسكري هو أساسا من قوات من طائرات رافال وميراج 2000 الموجودة في قواعد عسكرية إما في داكار أحيانا وأساسا في تشاد. إذا فرنسا القوات البرية لديها ليس لديها غطاء جوي إلا من مسافة ساعتين على الأقل. الجزائر هي مسامتة، وطيرانها المقاتل أساسا من نوع ميك هو يجوب الحدود المالية الجزائرية صباح مساء، والجزائر تتحكم في اللعبة بشكل أو بآخر، خصوصا أن المكون العربي في حركة إياد آغا غالي التي تطورت أسماؤها من أنصار الدين إلى نصرة المسلمين، هذا المكون العربي به جزائريون، وإن كانوا مغضوبا عليهم ومحكوم عليهم في الجزائر لأنهم إرهابيون في نظر القضاء الجزائري، إلا أن هنالك عناوين ليست بالضرورة هي كل شيء في السياسة. نعم، لدي سؤال أخير فيما يتعلق بموضوع الأمم المتحدة ودورها. هل برأيك هناك تعزيز لدور هذه الأمم المتحدة، أم فعليا هي لا تستطيع أن تحمي نفسها كونها تتعرض لعدد من الهجمات؟ الأمم المتحدة في مالي هي وجدت بقرار فرنسي، ولا تنسى لا ننسى أن فرنسا هي قوة دولية ولديها حق النقد الفيتو، وهي التي صبغت قواتها بالقبعات الزرق في مالي من أوبراسيون سيرفال إلى أوبراسيون بارخان. كل هذه الأشياء هي فرنسية، وهذه الترتيبات هي فرنسية. ثم إن المكون الإفريقي في المينيسما هو فرانكوفوني بالأساس، قوات سنغالية ومن كوت ديفوار ومن غيني كوناكري ومن بوركينا فاسو ومن غانا، وحتى القاعدة في بياناتها الأخيرة أو رسائلها عبر إياد آغا غالي في مقابلة مع صحيفة تابعة للقاعدة الإلكترونية تظهر في اليمن، قال إنه لن يهاجم إلا من لم يكن في المينيسما، وهذه رسالة واضحة لتجنيب موريتانيا والمغرب أساسا والجزائر من العملية، لأن هنالك حاضنة سياسية أو حتى حاضنة قومية لبعض مكون حركاته. نعم. الأمم المتحدة هي إفريقية، القوات الإفريقية يعني تذاقت الأمرين، والمكون الفرنسي يعني مع وجود ماكرون إما أن يزداد أو ينسحب، لأن الفرنسيين أيضا هم يعانون، وأعتقد أن المسار التنموي هو الذي والسياسي هو الذي سيكسب على حساب المعركة الأمنية في مالي.
أعود إليك أستاذ مصطفى، يعني باختصار في موضوع دور فرنسا، هل هي تنسق اليوم مع دول إفريقيا الخمس الساحلية؟ هل تنسق مع الجزائر؟ تنسق مع دول أوروبية واللي أشرنا إليها هي ألمانيا؟ هل هذا التنسيق يجري في الملف العسكري والتنموي؟ باختصار ممكن أن أقول أن هذا اقتصاد الحروب، بمعنى تدفق مالي للعساكر والجنود والتشوين والتموين وغيره، بدلا عن الانفاق في التنمية. لأن هذه القوات بهذا العدد الكبير والطائرات وشراء الأسلحة هو اقتصاد حروب لا يذهب إلى المواطن الأفريقي الذي يعاني الأمرين، من الجماعات الجهادية، من الحكومات الفاسدة، من انعدام التنمية نفسها. لذلك الانفاق العسكري هو الأكبر. صحيح أن هناك قوات مشتركة اتفقوا عليها في هذه الدول أن تقوم ب، لأن الغرب الآن لا يتجه لإرسال قوات على الأرض، إنما إسناد بالطائرات، بالأسلحة، بالتدريب وغيره أو الإشراف. ولذلك أن القوات على الأرض المشاة هم من الجنود الأفارقة، وهؤلاء هم يأتون من دول أيضا تحكم بالديكتاتورية والفساد والقمع. لذلك هم يأتون بالزي العسكري في دول أخرى في مكافحة الإرهاب، وفي نفس الوقت للحفاظ على حكوماتهم التي يأتون منها. وهم أيضا يحتاجون لهذا الأموال، لأن دولهم لا تنفق عليهم بالعملات الصعبة نتيجة أوضاعها الهشة، يعني معظم هذه الدول هي أوضاعها هشة. شكرا لك. بالختام أشكر ضيوفي بالاستوديو، مصطفى سري كاتب خبير في الشؤون الإفريقية، ومن باريس حمدي جيوارا باحث متخصص بالشؤون الإفريقية، ومن نواكشوط إسماعيل ولد يعقوب ولد الشيخ سيديا كاتب خبير في شؤون غرب إفريقيا. أشكر متابعتكم برنامج جيران العرب، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي. معي أنا نجاة شرف الدين، إلى اللقاء. Thank you.